قبل ان نكمل الفيديو باتا وصوالح اون كنديروا احتمال بالك تبات عند السيد هذا تاع اون كدويره يشدك ولا نورمال هذيك لا علينا هاي خلاص ما كاش مشكل تقدر تجيبها لنا غدوه نفريوها لك ان شاء الله هاي شكرا اخي صح صح لك عارف راني ندير في اللايف من هي نشوفك تهضر في التليفون قلت لا لا نروح للتليفون الناس اللي يقول لك ماكمش تردوا على التليفون هاوليك تليفون منه هاو كان يهضر فيه وها سكانر منه راه يدير لها فيها ادابتاسيون يهضر ويجاوب ويخدم بالطابلات ومن بعد في الاخر نقول باللي يقول لك يا ودي هاوليك هاوليك هاو محمد ادم وكان يهضر مع دركا واستشاره ومعناه خرج من الخدمه واستشاره وهو جاوبوا عطاه وجه الميعاد وكاين ناس تقول لك يا ودي ماكمش تردوا على الهاتف هذه هي ندير لايف دخلت هذه وحده ماشي مبروغرامي كاع هاوليك اليوم لي زابيل مثال هاو ردينا على ذا ردينا على ذا هذا لا غالب ما قدرناش نردوا عليه هذا ردينا عليه ردينا عليه هذا لا غالب ما قدرناش نردوا عليه ردينا على ذا ما قدرناش نردوا على هذا ردينا على واحد المهم ليسونسييل لي زابيل لا غالب يا جماعه الهاتف كي ما تقدرش تواصل معايا ما تواصلوا معنا بالماسنجر والهاتف راه دركا كي رايحك مورا باش يشوف كاش مثلا حاجه تاع رونديفو ولا كاين اللي عيط له في الهاتف يبدا له يقول له اعطيني رايك في هذه ودبر لي هذه حوسينا مشكل بالهاتف وما يقدرش يا جماعه هذه كملنا لها لي دوا يدير لها في ادابتاسيون ذاك البابيون ايفاسمون دي ديفو كل شيء باسكو نتوينا البابيون وينولها ان شاء الله بون ماشي هذاك المشكل تاعنا اللي جينا نحكوا عليه حنا جينا نحكوا على نقطه ثانيه هذيك جات في الطريق وخلاص قبضناه كيما نقولوا صيدناه الاسباب الرئيسيه لصعوبه التشغيل جماعه كاينه شحال من حاجه والعام اللي فات انا درت واحد لو فيديو ديتاي عليها بالخطوه بالخطوه واليوم قلنا معليش نعاودو ندير لكم ام تي رابيد كاينه لي دوا كيبيتور كيعودو مزيرين سيارات لي ايكيبي بالجي بي ال سيرغاز لي دوا كيتزيرو تولي يضيع لك لا كومبريسيون تاع السوكاب ما تخليهاش تطلع لك لا كومبريسيون ما تنوضلكش كي تنوض تنوض فيبري 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 حتى يسخن الموتور ومن بعد يستابيليزا ومن بعد تعاود تستابيليزا ويولي نورمال النقطه الثانيه عندك ثاني لا بومبا ايسونس اذا كانت ضعيفه لا بومبا ايسونس ولا عندك ليسونس تاعك قديم بيريمي ليسونس كيفاش يتبيرمك تخليه في الريزرفوار يطول بزاف باسكو على واش السيارات يقول لك في لي نورم كي دير لها الغاز كي تنستالي لها الغاز واش دير لها لازم لك دير هما عندهم في لي نورم يقول لك دو بلان ولا تروا بلان تاع غاز ان بلان تاع ايسونس حنا في العاده كي نديروا الغاز نمشيو به ديريكت هما ما نديروش كاع ليسونس ما نعاودوش نكملوه اما لا يتبيري منا ليسونس تاعنا في حد الحاله يا جماعه من الافضل مره على مره كونسومي لو بلان تاع ليسونس تاعك كامل حتى تشعلك الريزيرف كي تشعلك لا لون تاع الريزيرف هذيك روح اضربها بان اوتر بلان جديد كامل زيد امشي بالنص تاعو باش ينظف لك لي زانجكتور تاعك ومن بعد عاود ترجع لها غاز هذه عد مره في شهرين ديرها على باش كيما نقولوا تجدد ليسونس تاعك تعاود ترونوفليه واش بيه هذه ما كاينش شوفوا لا باتري برك صح قلنا تجدد ليسونس تاعك لازم لك تجدد النقطه الثالثه اللي هي اذا كان خلاص كلش مريقل عندك نحي لها لافيش تاع السخانه هذه اذا كان عندك لي دو مريقلين لا بومبا ايسونس مليحه لي كاليتي دي سونس مليحه كلش واش دير لافيش تاع المانو تاع السخانه هذه اللي جايه هنا نحيها تضرب ديمارور اذا نات لك الضربه الاولى عندك برمجه البرمجه احنا الحمد لله الورشه تاعنا راه ما عندناش حتى مشكل في البرمجه وسيرتو في الصيف هي اللي فيها مشاكل تاع منوض في الصيف اللي فات عندنا زيرو روتور في الصيف هذا عندنا زيرو روتور اللهم لك الحمد ما عندناش مشكله في المنوض تاع الصباح دونك مشاكل تاع الدوا نعطيكم عينه على المباشر هاي لينا عينه على المباشر نشوفوا هذه هاي لينا شوفوا هذه الحبه تاع الدواء كي راه دايره شوف هنا الدواء نورمالمون يجي مع السوبابا قد قد شوفوا كيفاش راه مديكالي تيلمو زير عليها حتى نبدا ديكالا منا كي ديكالا منا بالتيرمو لا فورس تاع الروسور تاع سوباب ما قدرلهاش لو دوا ديكالا باسكو عليها لو دوا هذا شوفوا لي شوفوا شدو هذا اللي يامورتي شوفوا هذا كي راه هابط وهذا كي راه طالع دونك هذا كي يامورتي لا فورس نتاعو مش كيما لا فورس تاع الروسور واش صرالو ديكالا لا دروات وهذا يا كي راه مابويه هكذاك على السوباب كي راه مابويه على السوباب اوتوماتيكمون السوبابا عندك من تحت السوبابا عندك من تحت راهي محلوله كي تعود مفتوحه من تحت اوتوماتيكمون يبدا يفبريك الموتور هذه نقطه مهمه دونك قلنا عندك الدواء والبابيون ما ننساوهاش باسكو البابيون ثاني لازم تتنظف كي تعود مسخه هذا الامور اللي لازم ادير بون بعض الاسئله كي دومبرياج ان دو سي اس بي 75 ما عنديش الا تحوس عليه عندنا ولا ما عنديش الله اعلم انا عندي لوغان ان 6 ريقلت لها لي دوا دركا ولا الموتور يرعش اذا ريقلت لها لي دوا ولا الموتور يرعش اصافوا ريقلتهم باردين ولا سخونه هذه نقطه مهمه كاين جماعه اللي يريقلوا لي دوا ما يخلوهاش تبرد مليح يخليها تبرد مثال ساعه ولا ساعه ونص ويعملها
دونك انا وجهه نظري ما نقولش الناس اللي تخدم فيها هي خاطئه، كل واحد عنده طريقه. كاين اللي يخدم بطريقه يقول لك ريغلاج ريغلاج تاع لي دو اشو ولا افروا، يعطيها ريغلاج اكثر من الاخر. وانما احنا الطريقه اللي نعتمدوا بها في الورشه تاعنا نخلوها تبرد ابري 5 وبعد كي تبرد لي دو يتزيروا كيما راه مزير هذايا، نطاكيوها وهو البروبليم حاضر عندنا ديريكتومون. باسكو كي نطاكيوها هو البروبليم حاضر الريغلاج يروح قانون ما فيهاش نقاش، والريغلو بالجود كار ما ريغلوش بالعين. كاين بزاف لي ريغلو بالعين ويقول لك او انا نعرفها وعندي 15 سنه خدمه وكذا وانا نعرف نجيبها بالعين، هذه اجزاء بالمليمتر ما تريقلش بالعين نورمالمون. هذيك النقطه، تحياتنا ليك وربي يوفقك ان شاء الله. الله يبارك فيك خويا يعطيك الصحه. نورمالمون هذون هما المعطيات تاعهم جينيرالمون، هذه حالات العامه كاينه وين تخرج في حالات خاصه، هذيك ما تطبقش على جميع السيارات. المهم ان شاء الله توصل المعلومه وربي يبارك فيكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته من ورشتنا سفيان اوتو لغوات. وعقبه دائما في المرصاد يا خويا، اصبر دقيقه كونيكسيون. لو كونيكسيون هذه للجزائر وكل يتحل.